جميل واسمر بيت مخطر، جميل جمال ملوش مثال، قمر وحلاوته حلاوة جن، جماله يخلي القلب يحن. روحي وروحك يا روحي روحين بروح، إن راحت روحك يا روحي روحي بتروح. النهاردة احنا لسه بنتكلم عن الجمال الداخلي والخارجي، وكل الحاجات اللي أنا قلتها دي بعض من الأغنيات اللي اتكلمت عن جمال الشكل وعن جمال الروح. علشان ندخل في موضوعنا على طول، بس قبل ما نرحب بضيف فقرتنا الفنية بتاعت كل مرة، عايز ارحب الأول بزميلي العزيز عمار شوقي. ازيك يا عمار؟ الحمد لله تمام والله. أنا سعيد أولاً إن احنا لأول مرة مع بعض، وإن شاء الله مش آخر مرة. إن شاء الله مش آخر مرة إن شاء الله. عايز تقول حاجة قبل ما نرحب بضيفنا؟ طبعاً أحب أرحب بالشادة المشاهدين وأقول لهم صباح الخير، وإن شاء الله يكون فقرة لطيفة إن شاء الله. بإذن الله. احنا دلوقتي في الفقرة الفنية ومعانا موهبة فنية فريدة من نوعها، أنا بحب جداً المواهب اللي هي بتعمل حاجات كتير، اللي بتسمى جوكر. علشان كده عايز أرحب بالشاعر والمطرب والملحن والموزع محمد ماهر. صح؟ اهلا بحضرتك يا استاذ. صح؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله في نعمه الحمد لله. يعني ما شاء الله، يعني حاجات كتير الحمد لله. بتلاقي وقت تعمل كل الحاجات دي؟ الحمد لله. طيب تعالى قبل ما نتكلم، دايما لما بيبقى معايا مطرب بحب قبل ما نتكلم نبدا بغنى. فتعالى نقول حاجه كده صغيره كده في دقيقه ولا حاجه، وبعدين بقى ندخل نتكلم. تمام اوكي. يا لالا ويا لالا يا ليل يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري فوايا دليل ليل ورا ليل ولا دقت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم ليل ورا ليل ولا دقت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم داري أنا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا عين. حلو جدا. قول لنا بقى ازاي بدات مشوار الغنى وازاي اكتشفت نفسك بقى؟ اكتشفت نفسي من زمان قوي، كنت صغير، كان في المدرسه كان دايما يجيبوني تعالى غني غني، بقيت ابتدي اغني الله ده انت صوتك جميل، بقيت ابتديت بقى ايه خلاص بقى عارفه محمد كل ما يشوفني تعالى اغني. في اي مكان كنت بروحه انا كنت ساعات بدندن كده مع نفسي، يسمعوني الله صوتك جميل غني، فمن هنا ابتدى الموضوع. طب ده بالنسبه للغنى، اتجهت بقى بعد كده لحنت الاول ولا غنيت الاول؟ التلحين والكلام ده انا يعني ما درستوش، هي جت هوايه برضو معايا كده. هي موهبه من عند ربنا. من عند ربنا الحمد لله. والتوزيع بعد كده، طب ده مش موهبه بس، ده محتاج تتعلم. انا حابب موضوع المزيكا من زمان، فدايما بحب انزل ورا. طب ما درستش مزيكا عشان تتطور من نفسك؟ طيب المزيكا دراسه، الحاجه الوحيده اللي درستها كانت رحت اخذت كورسات في دار الاوبرا المصريه، قعدت حوالي 3 شهور تقريبا ان انا اتعلم المزيكا، دي الحاجه الوحيده اللي اتعلمت فيها مزيكا. طورت يعني من نفسك عشان تقدر تكون عندك صوتك يحلى يكبر؟ طبعا طبعا، هو في المكان ده في دار الاوبرا المصريه ده اللي فادني اكتر، خلاني فهمت اكتر، بدل ما كان الموضوع هوايه بس، لا ابتديت ان انا افهم الموضوع وازاي بعمل ايه وكده. طيب يمكن احنا كنا قبل الفاصل بنتفرج على او بنسمع وبنتفرج في نفس الوقت على دي اخر غنوه انت عملتها. دي كلامك ولحنك وتوزيعك. توزيع صح؟ تمام. في حاجه ثانيه عملتها فيها؟ لا اللي كلام اللي عندك والله طبعا كنت عايز اعمل الفيديو بصراحه بس ما كانش فيه وقت. يعني طبعا تحياتنا لميدو اللي عمل الفيديو. ميجو اوكي طبعًا. طيب تعالى كده هنروح برضو نتفرج على جزء منها علشان برضو تعلق لنا عليها وتقول لنا الموضوع جه معاك ازاي علشان تعملها كلها على بعض. تمام اوكي. تمام ف بس قبل ما نروح للاغنيه قول لي كده، انت اول حاجه عملتها ايه؟ يعني اول حاجه عملتها كامله زي كده ولا دي بالنسبه لك برضو هي اول حاجه؟ بالنسبه لي دي اول حاجه، كنت دايما بجرب الموضوع فكان بيفشل معايا، فضلت احاول معاه لحد ما دي رساله مهمه جدا. وهنا انا كنت عايز اسالك سؤال، في ناس كتير من الشباب بيستسهلوا، عايز اقول لك احنا عندنا فرقه فنيه.
تمام. فتلاقي حد اول حاجه بيفكر فيها وهو جاي لي يقول لي هو انا لو غنيت معاك هو لسه ما حدش يعرفه. تمام. فهو بيغني يعني سوري في ايوه احنا عارفين بيغني فيه. تمام. يجي يقول لي هو انا لو طلعت معاكم في حفله هاخد كام؟ هتدوني كام؟ تقول ايه للناس اللي بتستسهل الموضوع كده بسرعه؟ لا لو بصص لها فلوس في الاول طبعا مش هتنجح. لا انا ابص ازاي ان انا اطور من نفسي، ازاي ان انا ابقى حاجه اللي هو بعد كده الناس هي اللي اللي هتديني فلوس بعد كده. كويس اللي هو قوي. طيب تعالى نروح نشوف الفيديو من الاغنيه اللي انت عملتها. اوكي ماشي. لا أغنية بصراحة فيها إحساس رهيب. ربنا يخليك عم بحييك عليها جدا. ربنا يخليك. طب أنت بتفضل الشعبي ولا الرومانسي أكتر؟ لا الرومانس طبعا أكتر. مش ممكن تغني مهرجانات شعبي مثلا بعدين؟ مهرجان إيه رأيك في موضوع المهرجانات؟ موضوع المهرجانات والله في ناس يعني بيقول لك في مثل بيقولوا عليه الزن على الودان مش عارف أمر من إيه كده. أمر من السحر. ففي ناس كتير قالت لي غني شعبي هو ده اللي هيطلعك، هو ده اللي مش عارف هيعمل إيه ده. فعملت تجربه حاجه زي كده يعني بصراحه. يعني غنيت مهرجانات؟ مش غنيت حاولت يعني حاولت فيها لكن طبعا مش شكلي ولا هيجي معايا ولا اي حاجه خالص. في ناس زمايلي درس برضو مزيكا وكل حاجه وحبوا دخلوا في الموضوع استسهلوا الموضوع. طيب تعالى ناخد بريك من الكلام ونرجع للغنى تاني. أوكي. سمعنا ايه؟ مهرجان ولا ايه؟ ماشي. سمعنا اللي انت عايزه. اهم طيب. حاجه هو لو مهرجان طبعا يعني. لا اكيد. مع لا طبعا احترام لكل الناس ولكل الفنون. لا اكيد لا. اهم حاجه الكلمه اللي بتتقال ده بالظبط. نختلف ونتفق مع المزيكا براحتنا طبعا، بس الكلام ما فيهوش يعني ما فيهوش رجعه، يا صح يا غلط طبعا. صح. طيب سمعنا اللي انت عايزه حتى لو عايز تقول مهرجان اللي يعجبك. لا مهرجان لا طبعا. طيب سمعنا اللي انت عايزه. تمام. سمعنا دلوقتي ولا بعد؟ دلوقتي. يلا ماشي. اوكي يلا. هو صحيح 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 الهوى غلاب، معرفش انا والهجر قالوا مرار وعذاب، واليوم اليوم اليوم بسنة جاني الهوى من غير مواعي، وكل مدى حلاوته تزيد محسبش يوم هياخدني بعيد، إيماني قلبي بالأفراح وارجع وقلبي كله جراح جراح جراح، وازاي يا ترى اهو ده اللي جرى، وازاي يا ترى اهو ده اللي جرى اهو ده اللي جرى، وانا ما اعرفش انا. تاني مره على الاحساس. ربنا يخليك يا عمو. ربنا يخليك يا عمو. طب قول لنا بقى ايه مسك نفسك تحقق في 2021 في الغنى؟ في 2021 في الغنى بما اننا في اول السنه بقى فلسه السنة. معاك السنه طويله اهو طبعا. بتمنى طبعا ان انا اعمل حاجات زي كده، ان انا اكتب واعمل اغاني ليا كتير والكلام ده، عشان طبعا كل واحد بيسعى ان هو يتعرف ويتشهر والكلام ده. طب مين مقاسك الاعلى في الغناء ومين نفسك تعمل معاه دويتو؟ نفسي اعمل معاه دويتو. مطرب او مطرب؟ نفسي اعمل مع صابر الرباعي. الله مره واحده. نفسي. صابر الرباعي ده صاروخ يعني زي ما بيقول. طبعا طبعا. من الناس اللي انت مش بس بتسمعهم، انت اي حد عايز يغني كمان يقدر يتعلم من صابر الرباعي. طبعا طبعا طبعا. جميل كويس جدا. طيب احنا النهارده بنتكلم يا محمد قبل ما نختم حلقتنا بقى، فلازم برضو اخد رايك في موضوع حلقتنا. احنا النهارده بنتكلم عن الجمال الداخلي والجمال الخارجي. قول لي كده بما انك شاب الاول، انت خاطب متجوز؟ لا متجوز. ولا مش عايز تقول عشان لا متجوز الحمد لله. متجوز. طيب يا ربنا يا رب يعيشك حياه سعيده ربنا جدا. ربنا يخليك. قول لي بمنتهى الصراحه ومحدش شايفنا خالص. تمام. اوكي. الجمال الداخلي ولا الخارجي؟ ايه اول حاجه كده بتلفت انتباهك بما انك كمان مطرب
فالفنان بيبقى ليه رؤية كده مختلفة صح؟ الداخلي طبعا الداخلي الداخلي طبعا. ايه اللي بيشدك في الجمال الداخلي عند اي حد تحب ترتبط بيه؟ الجمال الداخلي الخارجي ده ممكن يتغير عادي او 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 مش بايدينا احنا يعني الجمال الخارجي ده مش دايم ما تقدرش او مش دايم لكن الداخلي ده انت بتقدر تتحكم فيه. ف في بني ادم ممكن يكون شكله مش جميل ولكن هو من جواه جميل طيب. قلبه طيب وجميل فبتقدر ان انت تتعامل معاه تبقى مرتاح معاه كده. طب احنا عايزين بقى الفتره اللي جايه تعمل لنا غنوه كده ليها علاقه، انا قلت كذا رصه كده في الاول عن الروح وعن الجمال، انا كمان بالمناسبه بكتب شعر فممكن نبقى نشتغل مع بعض ان شاء الله نعمل حاجه جميله. وبجد انت فعلا من الناس اللي صوتها حلو جدا، ربنا يخليك. طب عمار عايز تقول له ايه؟ قال له طبعا ربنا يوفقك، طبعا ربنا يخليك عمار، صوتك جميل جدا وفي احساس رهيب جدا، ربنا انا ما سمعتش حد، انت رجعتنا للزمن القديم، ربنا يخليك. وطبعا زي ما زميلي بيقول ان جمال الروح في الموسيقى بيبقى فيها روح حلوه كده بتسمعها بتظبط مودك، جمال الروح حلو جدا طبعا، فربنا يكرمك ان شاء الله وتحقق حاجه في 21. ربنا يخليك. ويمكن جمال الروح واحنا بنتكلم النهارده عن الغنى والفن والمزيكا علشان نختم بصوت محمد، بس انا عايز اقول كلمتين ولا اقولهم بعد ما اسمع صوتك؟ الله اللي انت بعد ما اسمع. لا طيب. نسمع صوتك يلا نسمع صوتك علشان نختم بعدها على طول. اوكي نقول حاجه قديمه ولا زي ما تحب؟ اوكي ماشي زي ما تحب. اسال روحك اسال قلبك قبل ما تسأل إيه غيرني، أنا غيرني عذابي في حبك بعد ما كان أملي مصبرني، غدرك بيا أثر فيا، غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية وتغيرت ومش بداية. يعني طبعا أنا عايز أسمعك للصبح، عايز أسمعك لبكرة. كنت سعيد يا عمار ان انت معايا النهارده، وحبيبي وكنت سعيد جدا بوجودك يا محمد، ربنا ان شاء الله مش اخر مره. أسعد الله ونختم بقى حلقتنا ونقول كلمه صغيره جدا، جمال الروح وغذاء الروح دي حاجه مهمه جدا، واحنا النهارده كنا بنتكلم عن المزيكا. ثبت علميا انه كتير من الابقار بتدر لبن اكتر لما بيسمعوا مزيكا هاديه. من دلوقتي للحلقه اللي جايه هناخد بريك ونفصل شويه.